مزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أنا معك دكتور، بداية برأي حضرتك ما هي الأسباب التي تجعل ترامب يتفوق على بايدن في مثل هذه النوعية من استطلاعات الرأي في الداخل الأمريكي؟ في الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب، يعني بعد مرور 3 سنوات على دخول الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض في 20 يناير 2021 ثبت للمواطن الأمريكي أن هناك عدم إنجاز سواء في الملفات الداخلية أو الخارجية. في الداخل ما زال التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية هو الأعلى في آخر 40 سنة. التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل 8.3 وهو أعلى من أي تضخم وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وكان في عام 1982. النقطة الأخرى أن القضايا الجوهرية التي تعهد الرئيس جو بايدن بحلها لم يحقق فيها أي نتيجة، على سبيل المثال قضية الهجرة والحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. ظل الديمقراطيين طوال 4 سنوات يوجهوا السهام والنكت والسخرية من الجدار الذي أراد الرئيس دونالد ترامب أن يبنيه على الحدود الأمريكية المكسيكية، لكن في النهاية عندما وصل الديمقراطيين إلى البيت الأبيض فوجئ الأمريكيين بأن الحدود مفتوحة وعدد كبير جدا من المهاجرين غير الشرعيين يصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل أن ما يسمى بالقيم والمعايير الخاصة بالهجرة التي كان دائما الديمقراطيين يتحدثون عنها زي فكرة عدم فصل الأطفال عن النساء أو عن الأسر تكررت أيضا في عهد الرئيس جو بايدن، وبالتالي الصورة النمطية عن الديمقراطيين في هذا الملف تراجعت بشكل كبير للغاية. لكن أيضا هناك ملف فيه إخفاق بشكل غير مسبوق، ربما حتى أكثر مما كان عليه الوضع في عهد دونالد ترامب أو حتى في عهد باراك أوباما، وهو ملف السلاح الشخصي. عدد الجرائم أو القتل الشخصي التي ارتكبت في عهد الرئيس جو بايدن تساوي 3 مرات التي ارتكبت في عهد الرئيس دونالد ترامب، وخصوصا في المدارس والمدارس الابتدائية وغيرها. وزاد ما يسمى بسلاح الشبح في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو السلاح الذي يتم تصنيعه في ورش ولا يأخذ رقم مسلسل في إدارة البنادق والأسلحة الأمريكية، وهذا بيؤدي إلى ارتكاب جرائم كبيرة جدا دون توقعها من جهات إنفاذ القانون والشرطة الأمريكية، وهذا الأمر كان مكلف بكمالا هاريس بالإضافة لملف الهجرة غير الشرعية وفشلت فيهم فشلا ذريعا. حتى على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية صورة الولايات المتحدة الأمريكية كدولة أو مدينة فاضلة تقدم القيم والمعايير والديمقراطية إلى المجتمعات الأخرى، هذه الصورة لا يصدقها أحد الآن في العالم كله. كمان الولايات المتحدة الأمريكية عالقة في الحرب الروسية الأوكرانية، بتدعم أوكرانيا بكل شيء من الأسلحة للمساعدات الاقتصادية دون أن يتم تحقيق إنجاز حقيقي أو ضربة قاضية لروسيا كما تعهد الديمقراطيين في بداية الحرب. كل هذا أدى إلى أضعاف شعبية الرئيس جو بايدن. على الجانب الآخر الرئيس دونالد ترامب بدأ يكسب يعني رويدا حتى تعادل مع جو بايدن في شهر يوليو الماضي، وبداية من نهاية يوليو الماضي بدأ رئيس ترامب يكسب أصوات أكثر من الرئيس جو بايدن. هذا بيعود في رأيي المجموعة من الأسباب. السبب الأول هي ما يسمى بالكتلة الصلبة. الكتلة الصلبة هي مجموعة الجمهوريين المؤمنين بالقيم الجمهورية التي ترفض فكرة الإجهاض، التي ترفض فكرة المثلية، التي تلتف حول القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الرئيس دونالد ترامب تقريبا هو يفوز في كل الولايات التي يطلق عليها ولايات الصدأ، وهي الولايات التي فيها صناعة وصناعات ثقيلة. العمال في هذه الولايات خسروا وظائفهم في عهد الرئيس جو بايدن لأنه قام بعمل اتفاقيات للتجارة الحرة في الخارج، وبالتالي هو يستورد بضائع رخيصة من الخارج تستفيد منها الدول الأخرى التي تصدر هذه البضائع. في نفس الوقت المصانع في ولاية الصدأ تغلق، لذلك الرئيس دونالد ترامب مثلا سوف يترك المناظرة التي سوف تجرى هذا الأسبوع للمرشحين الجمهوريين وسوف يذهب إلى مدينة ديترويت، وهي قلاع لصناعة السيارات الأمريكية في ولاية ميشيغان، ليتظاهر مع العمال ويطالب بحقوق العمال هناك ضد أصحاب مصانع السيارات. هذا النموذج الذي يقوم به دونالد ترامب بيعطيه مكاسب كبيرة جدا. لكن أكثر شيء في تقديري الشخصي بيجعل المواطن الأمريكي بينحاز لدونالد ترامب هو الانحياز الواضح لدونالد ترامب،
دونالد ترامب يتحدث عن القضايا قد يتحدث بشكل فج وشكل بطريقة قد لا يقبلها الجمهور في وقتها، لكن بعد قليل يتأكد أنه هو مؤمن بهذه الفكرة بغض النظر أنك تتفق معه أو لا تتفق. هذا الانحياز الواضح في رؤية ترامب للقضايا الأمريكية سواء في الداخل أو في الخارج بيجعل المواطن الأمريكي بيقترب أكثر من دونالد ترامب. انظر مثلا لقضية أوكرانيا، هو يقول سوف أحل قضية أوكرانيا خلال 24 ساعة. سألوه كيف؟ قال سوف أوقف إرسال الأسلحة والمساعدات إلى أوكرانيا. وقتها أوكرانيا سوف تذهب إلى طاولة المفاوضات وتكون أكثر واقعية، وأنه طالما يأتي لأوكرانيا الأسلحة والأموال من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية هي سوف تستمر في الحرب. هذه مقاربة قد يعتبرها البعض رومانسية وأنها صعب تحقيقها، لكن في النهاية هي رؤية يقدمها ورؤية جديدة. دكتور أيمن، هذا الخطاب هل هو خطاب واقعي أم ربما يسميه البعض بالخطاب الشعبوي؟ أنا في رأيي كل ما طرحه دونالد ترامب بغض النظر على الاتفاق معه أو الاختلاف معه، كل ما طرحه في ولايته الأولى التي بدأت من عام 2016 ل 2020 قام به بالكامل. كل كلمة قالها في برنامجه الانتخابي نفذها بالكامل بما فيها حتى قضية الجدار. هو وصل في قضية الجدار مع المكسيك لحوالي 75%. لذلك المواطن الأمريكي تعامل مع رئيس جربه من قبل حتى فيما يتعلق بالكورونا. معروف أن الكورونا جاءت في بداية عام 2020، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب أن تكتشف اللقاحات وبدأت بالفعل توزيع اللقاحات منذ ديسمبر 2020، يعني قبل أن يخرج دونالد ترامب من البيت الأبيض في 20 يناير 2021. وبالتالي المواطن الأمريكي نعم قد تبدو لغة الكلمات أو طريقة الكلمات فيها نوع من الشعبوية، لكن مضمونها في النهاية في تقدير يتعامل معها الرئيس دونالد ترامب جدية شديدة. هو فعلا مؤمن أنه يستطيع أن يوقف الحرب مع أوكرانيا في 24 ساعة. هو يقول أنه يستطيع أن يتعامل مع رئيس بوتين بطريقة مختلفة عن جو بايدن. هو يقول لديه رؤية للتعامل مع الصين. نقطة في غاية الأهمية الآن يتحدث عنها رئيس دونالد ترامب، وهو أنه هو الرئيس الوحيد في آخر 40 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم يدخل أي حرب، سواء حرب كبيرة أو متوسطة أو حتى صغيرة. كل هذا التاريخ بيحاول الرئيس دونالد ترامب أن يقدمه للناخب الأمريكي، وهذا في تقديري بيكسبه شعبية ما لم يكون هناك حكم نهائي في جريمة من الجرائم المتهم فيها دونالد ترامب ويدخل السجن قبل اختياره من قبل الحزب الجمهوري في يونيو القادم. إذا لم يحصل هناك هذا الحكم، أنا في تقدير دونالد ترامب سوف يكون في الفاينل مع الرئيس جو بايدن يعني كلاكتة تاني مرة لانتخابات نوفمبر 2020. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، كنت معي هاتفيا من القاهرة.